يا جماعة أنا عايز كله يدعي لي، أنا داخل في فودافون أغير الباقة. شو أنا ينفع أجدد الباقة بس من غير ضرب؟ من غير ضرب قبل أجنب أبو حنين بيقول بص أم المرشدين اللي شتهم وبعوني. ألو، إزي حضرتك يا فندم؟ هو لو سمحت بس، هو أنا لسه شاحن كارت ب 100 ومجاليش الرصيد. مش هذا يعني في غلط في السيستم؟ طب اتفضل شوف، مستنيك، هستناك لو اليوم كله، مفيش اي مشاكل. مش هتعرف ترجع لي؟ مفيش اي مشاكل، خلاص مش مهم الرصيد اصلا، انا عادي جدا يعني، عادي عادي. لا عادي يا باشا. طب انت بتشتم ليه؟ طيب انا عارف والله انا متصل في وقت متأخر جدا، 10 بالليل. ماشي ماشي، 9 10. انا اسف انا اسف اسف جدا لحضرتك، وانا اسف بجد الازعاج. شكرا 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 لحضرتك، شكرا شكرا شكرا، مع الف سلامه، في رعايه الله.